عبد الله الجزار نقول كمان عندنا أطعم لحمة بلدي فلاحي مخصوص من مزارعنا، يعني متغذيين مخصوص. أبو عبد الله الجزار كل القطعيات وكل الحلويات، ده غير العروض وكمان الخصومات. اللحمة مخصوصة لزبايننا الغاليين، والأوردر لكل مكان تلاقينا موصلين. فرع الشيخ زايد الحي 13 أمام مسجد المجمع الإسلامي، تليفون 011-46-88-26-75، وفرع أكتوبر الحي الأول خلف سنتر الأمل عمارة أجيال، تليفون 012-77-80-45-53. أبو عبد الله الجزار، أطعم لحمة وأحسن اختيار. مساء الخير عليكم، مساء الجمال، مساء للتفاؤل، لبكره اجمل ان شاء الله. وحشتونا جدا، رجعنا لكم تاني من برنامجكم بنات حواء بكل فقراته الجميله اللي كل بنات حواء بتحبها. طبعا في البدايه خلينا نشكر كل اطباء مصر، ونشكر كل الفريق الطبي وكل فريق التمريض على اللي هم بيعملوه واللي بيقدموه علشاننا وعلشان حياتنا. وطبعا بنعزي كل شهداء الأطباء وكل بيت مصري بنعزيه لكل شهيد. طبعا النهاردة فقرتنا هتكون مطبخ، ومعانا أبو عبد الله الجزار اللي دايما معودنا على أكلات الجميلة واللحوم الجميلة وكمان مفيد. وبمناسبة فيروس كورونا النهاردة هنتكلم عن تقوية المناعة وإزاي تقدري تعملي في بيتك كل حاجة وتقوي مناعتك ومناعة ولادك. مساء الخير يا ابو عبد الله. مساء الخير يا استاذ. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وحشتنا. والله العظيم انت اللي وحشتوني طبعا، وجمهور بنات حواء برضو كله وحشنا طبعا بعد اجازه طويله طبعا. وان شاء الله يعني جينا النهارده برضو هنحاول نقدم لهم حاجه برضو مفيده برضو بسبب الظروف اللي فتره فعلا طويله بس هي فعلا كانت الظروف اللي احنا فيها اجازه، بس برضو عشان الظروف اللي احنا فيها دي برضو احنا برضو ان شاء الله النهارده هنقول لهم حاجات مفيده، بس يا ريت يركزوا معانا يعني كده. ان شاء الله. طبعا احنا برضو بنشكر طبعا حضرتك شكرت الجيش الابيض طبعا، ده هو ده اللي في المقدمه، هو ده اللي يعني هو ده اللي عجبها، هو ده اللي بيحارب مكاننا. فاحنا برضو النهارده يعني هنتكلم عن حاجات برضو، بس احنا مش دكاتره طبعا، احنا طبعا كلنا عندنا في بيوتنا كل حاجه ممكن نقوي بيها المناعه بتاعتنا. مش شرط ان انت تروحي للصيدليه وتجيبي ادويه وان انت تقوي مناعه ولادك ومناعتك، ان انت تروحي تجيبي ادويه وتقعدي تاخدي في ادويه، لا، احنا في بنات حواء هنقدم لك في مطبخ بنات حواء كل حاجه تقوي مناعتك وتفيد جسمك. قول لنا بس اهم حاجه النهارده، خلينا نرحب بالمساعد الجميل محمد عباس. محمد طبعا منور يا محمد. طب خلينا نبدا النهارده، شوف هنعمل ايه. بص يا استاذ، طبعا احنا في الظروف اللي احنا فيها دي النهارده كلنا بنجري على الصيدليات عشان نلاقي الزنك، مش لاقيين الفيتامينات، كل حاجات مش موجوده. لكن احنا اصلا الحاجات دي بالطبيعي هي موجوده عندنا. يعني اي حاجات كيميائيه، اي حاجات من الادويه، هي اصلا مستخلصه من الطبيعه، من الخضروات، من البهارات. المفروض احنا نركز على الخضروات فاحنا النهارده على التوابل يعني سبحان الله ربنا مدينا حاجات كتير، بس احنا مش هنقولها برضو هيتي، وحاجات برضو بسيطه يعني، برضو يعني موجوده في كل بيت ومتوفره، مش هنضطر لحد هيستغلنا ويرفع سعرها مش هنلاقيها، لا، دي الحاجات موجوده في السوق وحاجات طبيعيه وفي بيتنا. فاحنا النهارده عايزين مثلا يعني عايزين في الظروف اللي احنا فيها دي عايزين حاجه ترفع المناعه. فعشان نرفع المناعه احنا بندور على الزنك، بندور على فيتامين سي، بندور على التوابل وحاجات بتقوي المناعه بتاعتنا. فاحنا النهارده لو اتكلمنا على الزنك مثلا، اللحوم الحمراء دي هي دي اصلا يعني الزنك، يعني اللي عايزه الزنك من اللحوم الحمراء. فاحنا النهارده جبنا اللحوم الحمراء. بس انا شايفه ان انت هتعمل لنا النهارده، احنا حاجه عملناها قبل كده، اذا كان اي حاجه احنا عملناها قبل كده، بس هنعملها لكم تاني علشان برضو ندخل بقى فيها. ده الجديد ان احنا ندخل فيها لتقويه المناعه، وان هي تكون فيها فيتامينات اكتر وان شاء الله. ده اللي هو السجق، يعني انا هجيب لك كل المكونات دي كده عملنا لك قبل كده السجق بس احنا النهارده لتقويه المناعه، بدل ما اخد ادويه حاجات تتعب لي المعده حاجات، لا، انا كل حاجات طبيعيه
بس هتاخديها عن طريق سجق. تمام. هتعمل في السجق. فانا النهارده عشان ادور على الزنك النهارده انا عندي جبت لحمه حمراء. اللحمه الحمراء. جبت اللحمه الحمراء دي خالص كده. عندي اللحمه الحمراء وعندي لما هاجي اتكلم برضو ده الزنك عندي مثلا ايه؟ الزنجبيل. ده اللي هو يعني هقول لك ده زنجبيل، ده الكاري، ده الفلفل الاسمر، دي القرفه، ده الكركم، دي حبه البركه. تمام. فاحنا النهارده لما نيجي نتكلم مثلا معروف الزنجبيل ده يعني كان زنجبيل ده قصه تانية، هو ده اللي بيحارب اي فيروس اي حاجه النهارده التهابات اي حاجه معانا اللي هو الجنزبيل بتاعنا. معانا الكاري برضو الحاجات دي كلها حاجات بتقوي المناعه. وانت اكيد حضرتك برضو يا استاذه برضو بتتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل لان احنا مش دكاتره برضو بس احنا بنتكلم عن الحاجات دي اللي كل الناس عارفاها وموجوده في كل بيت. يبقى انا عندي طبعا كل التوابل دي في البيت. عايز الثوم حاجات عندي البصل يعني حاجات هتقوي عضلات القلب. عندي الخضروات الفيتامين سي، عندي الليمون، عندي الفلفل، عندي الخضروات بانواعها. فانا النهارده جبت الايه؟ جبت اللحمه المفرومه. لما اجي النهارده هحط لها عشان اعمل سجق النهارده بالحاجات بالمناعه دي سنه ملح بسيط هقلل من الملح. طبعا انت ابو عبد الله معودنا دايما ان انت اي حاجه ملح وفلفل اصحابنا. بس النهارده هنزود حاجه مهمه جدا وهي الزنجبيل، هنزود قرفه، هنزود كركم، هنزود حبه البركه. بالظبط كده يا استاذ عشان نقوي المناعه. اظن كلنا بنحب السجق فناكل أساس. السجق واحنا يعني كمان بنقدم لجسمنا حاجه مفيده. انا دلوقتي جبت اللحمه الحمراء اهي، محتاج هجيب فلفل احمر، ده انت عارفه الفلفل الخضروات دي طبعا فيها الفيتامينات كلها. تمام. بدي الفلفل اهو موجود معايا، بدي الثوم برضو، ده الثوم معايا عشان اعمل انا سجق كويس. هديها برضو سنه فلفل اسمر حاجه بسيطه قوي عشان عندي الجنزبيل هيبقى حامي شويه. طبعا الثوم مهم جدا بالزبط. وبيعزز المناعه بتاع جهاز المناعه بتاعنا. حبة البركة برضو حاجة بسيطة برضو كده، انت عارف حبة البركة برضو حاجات اللي هي بترفع من المناعة برضو اللي كلنا اصلا ناسينها وما حدش واخد باله منها. حبة البركة، حبة البركة دي يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. الكركم لتقوية المناعة، كركم حاجة بسيطة برضو كده عشان تدي لون برضو صفر شوية بس ايه حاجة بسيطة برضو. انا عايز حاجة مفيدة، عايز حاجة تفيد الناس. حبة جنزبيل. تمام. عارف الجنزبيل طبعا وفوائده حلو جدا لحاجات كتير، وعندي لتقوية المناعة، نزلات البرد، فوق الممتاز طبعًا. نزلات البرد طبعا ده الجنزبيل. برضو لو حبة التخسيس برضو شغال، وهندي حبة قرفة بسيطة إرفة. عشان تدي تغير الطعم كله ده عشان انا حاجة هاكلها عشان حاطط اكتر من كمية توابل الحاجات لرفع المناعة. فانا برضو بدي سنة قرفة بسيطة. تمام. وهعمل كل ده هقلب كل ده ببعضه كده. يبقى احنا عندنا حبه البركه بتقوي المناعه وتحتوي على نسبه عاليه من مضادات الاكسده وكمان بتنظم الكوليسترول في الدم. تمام. عندنا الفلفل الالوان بيحتوي على فيتامين سي قوي جدا جدا جدا، اقوى كمان من البرتقال وكمان بيقوي المناعه. وعندنا كمان حطينا الكركم بيساعد على تحفيز المناعه وكمان مضاد قوي جدا للالتهابات ونزلات البرد. كده خلاص كده عملنا خلطنا كل الخلطه دي كده في اللحمه اهي كده قدامنا اهي. هنجيب حطيت توم طبعا اساسي، حطينا التوم ولسه في البصل برده، في حاجات ثانيه هنحطها ثاني في التسويه برده، يعني هنستفيد بكل حاجه اللي هي هتقوي مناعتنا في اكله واحده. التوم مهم جدا لتقويه المناعه. فانا جبت انا عندي في البيت عشان برده انا عايز اكل حاجه صحيه، يعني عايز اكل حاجه صحيه انا مش هشتريها من بره، انا هجيب عند الجزار. عايز لحمه حمراء لان اللحوم الحمراء فيها ماده الزنك، فانا هجيب اللحوم الحمراء خالص واجي في البيت احط كميه التوابل اللي احنا قلنا عليها دي كلها، التوم والفلفل والجنزبيل والكاري والكركم وحبه البركه وملح وفلفل اسمر، حاجات بنسب قليله كده. بجيب بقى اللي هو الهانكي اللي هو الايه الممبار الضاني الرفيع، كنا اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا لك كل المعلومات عنه. ده موجود، ده الموجود ده الهانكي ده حوالي بيعمل حتى 150 جنيه، كل ده بيعمل حتى 10 كيلو. يعني ممكن حد ده موجود حتى عندي في المحل برضو لاي عميل برضو عايز يجي يعمل حاجه دي بنفسه، لا دي موجوده عندي يعني كده هيشتريها. هجيب كميه كبيره كده تعبي له 10 كيلو يحطها في البيت يحفظها بشويه ملح او كده هتفضل معاه على طول كده. يعني وهجيب قمع. يعني احنا بقى ما نقولش ان احنا عشان السجق ما فيهوش مثلا حاجات مفيده، لا احنا اللي بايدينا نخلي الحاجه مفيده او مش مفيده. بالظبط كده. تمام. باجي في البيت عندي اي حد في مطبخه النهارده عنده قمع، القمع اللي هو موجود عادي، بجيب القمع كده وبجيب اللي هو الهانك ده وبركبه في القمع ده كده. انا فاكره الحلقه دي، فاكره الحلقه دي كده. بالظبط. انا بعديها على طول على فكره بقيت اعمل السجق في البيت. خلاص انا بقيت استاذه. انا بجيب القمع كده وبحط اللحمه كده وبضغط بصبعي كده. بضغط بصبعي كده شويه اول كده عشان خاطر ايه
اركب الهانك ده كده في ال طبعا يا جماعه احنا ابو عبد الله طبعا لابس الكمامه ومحمد وانا برضو كنت لابسه الكمامه والجوانتي، بس طبعا احنا علشان على الهوا لازم نقلعهم عشان نعرف نتكلم معاكم، لكن احنا طبعا لازم نلتزم بكل حاجه الدكاتره بيقولوها لنا، ان احنا نلبس الكمامه، يبقى معانا مطهرات، نلبس جوانتي عشان ربنا يعافينا يا رب ويرفع عنا البلاء. يا استاذه جبنا الهانك ده كده، ربنا يستر عليك كده يا رب. في هنا اهو في القمع اهو، وباجي هنا بضغط بس كده بصبعي كده، هلاقي الايه، هلاقي اللحمه بتطلع لوحديها كده، وصبعي كده بتطلع معايا اللحمه اهي. الموضوع سهل وبسيط يعني، وممكن يكون هو مش متعب ولا حاجه، الموضوع سهل. هو احنا ما حطيناش البصل ده، احنا هنحطه، البصل ده هنسوي بيه طبعا. انتوا عارفين ان البصل مهم جدا للجهاز المناعي، بيقوي جهاز المناعه، حطيه في السلطه، حطيه في الاكل، يعني سبحان الله ربنا مدينا حاجات كتير قوي 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 بتخللنا المناعه بتاعتنا تبقى قويه، واحنا في الوقت اللي احنا فيه ده محتاجين نقوي المناعه بطريقه اكتر من اي وقت. يعني انت مش تجري على الصيدليه، لان احنا الايام اللي فاتت دي سمعنا حاجات كتير قوي ان كل الناس جريت على الصيدليات وبقت تجيب ادويه وتاخد في ادويه وهم اصلا مش عارفين هل هم مناعتهم قويه ولا مش قويه. فطبعا ده ممكن يعكس، يعني انت لو انت مناعتك قويه انت هتاخد منع يعني ادويه لتقويه المناعه، طب ما انت مناعتك قويه انت مش عارف اصلا يعني. فيا ريت يا جماعه يعني تريثوا كده، تريثوا في الموضوع ده، علشان ان شاء الله حتى اللي هم ممكن يجي لهم لا قدر الله الفيروس يلاقوا ويحاولوا ان هم يشتروا ادويه، لان فعلا في ناس بتشتكي ان احنا مش لاقيين ادويه. احنا ان شاء الله بقى الادويه بقى مش استاذه كده، وعندنا هو ابو عبد الله عمل لنا النهارده واحد، بس احنا بنقول لكم ليه الادويه اهي الطبيعيه اهي، التوابل يعني، حتى ربنا مدينا التوابل ومدينا الفاكهه ومدينا اللحوم البروتين ومدينا الفراخ. صحيح انت انا شايفه صح على الصفحه، انت مولع اكتوبر خالص، ايه القصه دي؟ بصي يا استاذه فكرتني، بصي يا استاذه انت مولع الدنيا بالعروض اللي انت عاملها دي، ايه ده؟ احنا ايه الشغل العالي ده؟ احنا اشتغلنا كتير وكسبنا كتير الحمد لله، بفضل الله طبعا، بفضل الله ربنا يكرمك يا رب ويزيدك. البلد كلها في ازمه والناس ظروفها صعبه، فده الوقت اللي المفروض كل الناس تقف جنب بعضيها. أيوة. تساعد بعضيها فعلا، دي برضو حاجه بنديها المثل نصيحه لاي تاجر لاي حد، ما تستغلش حد في الفتره دي. انت فعلاً كسبت كتير واشتغلت كتير والناس ظروفها صعبه، ناس قاعده عماله قاعده في البيت كتير، موظفين ما يعني في ظروف معينه في اقتصاديه لحد ان شاء الله ما الازمه تعدي، كلنا نقف جنب كلنا بعض، كلنا نساعد بعض حاجة. فاحنا النهارده يعني مش لازم يعني نحط هامش ربح بسيط، او نستحمل ايه المشكله، نستحمل شهر، ما احنا بنكسب 11 شهر فهنستحمل شهر. فاحنا الاسعار دي برضو بنعملها وبنحاول نشير ونعلن عنها برضو عشان ما نديش فرصه برضو لاي تاجر برضو يستغل وكمان الناس. وكمان احنا محتاجين البروتين دلوقتي بالظبط، يعني لا. انت ما شاء الله عامل عروض على اللحوم، عامل كمان عروض على الدواجن. ده عامل عروض على الدواجن، عندي البانيه ب 60 جنيه خالص صراحه، 60 جنيه عشان الفراخ بقى 25 جنيه ما شاء الله. طبعا بقى لسه المفاجئ بقى، ده انا هروح اجيب فراخ من عندك لسه بقى ربنا يكرمك يا رب ويزيدك من نعيم الله. ان شاء الله يوم الثلاث والاربع والخميس ان شاء الله هتبقى حاجه كده برضه كمان في مفاجاه غير العروض اللي انت عمال تنزلها دي. طبعا يا استاذه ان شاء الله يوم الثلاث ان شاء الله حاجه كده عاملينها الثلاث والاربع والخميس. ايه هي؟ طب قول. طب عشان ما ده مفاجاه بنات حوا. طيب ان شاء الله يعني كل بنات حوا يعني حوالي ده حوالي 40 50 عجل كده ان شاء الله على مدار الاربع ايام دول برضه كده ما شاء الله. فان شاء الله يعني هنخفض سعر اللحمه خالص قوي، اكتر كمان من 100 جنيه ان شاء الله. ده اللحمه البلدي النهارده ب 150 و 160 و 140 حسب القطعيه وحسب قطعه اللحمه هي فين في الذبيحه يعني، وحسب الترويق بتاعها. لكن ان شاء الله يعني دي حاجه ناويين نعملها برضو، احنا هنساهم فيها برضو شويه كده وسوي لنا. حاضر بقى خلاص عملت له، خلاص انا خلصت كده بسوي لك انا خلاص اهو. ان شاء الله يعني هنخلي كيلو لحمه ب 100 جنيه برضو ب 120 ده ده العرض بتاع بنات حواء ان شاء الله اللي انت هتعمله يوم الثلاث، ثلاث واربع وخميس ان شاء الله. ولا وانا عندي كمان بقى في عرض برضو يعني حاجه الجيشنا الابيض ده برضو يعني عايزين نقدم لهم اي حاجه. والله احنا فان شاء الله برضو يعني اي حد نفسنا والله نقدم لهم اي حاجه. انا بقى ان شاء الله اللي انا هم بيتعبوه علشاننا، اللي انا هقدمه لهم برضو ان شاء الله انا اقدر عليه، ان انا مثلا اي حد دكتور ممرض عامل في مستشفى، اي حد في مستشفى ان شاء الله لو هيشرفني ده له خصم خاص بعيد عن العرض كمان ده يعني. خصم عشان الجيش الابيض يا جماعه،
بمناسبة البرنامج، احنا طبعا بنحيي ابو عبد الله ان هو يعني بجد ده اقل حاجة وقدم نقدر نقدمها له بالشعب، يعني، لانه ويا ريت بنطلب من كل حد تاجر يعمل كده، علشان احنا دلوقتي لازم نقف جنب بعض ولازم ان احنا نسند بعض. انا شايفه ما شاء الله الفتره اللي فاتت دي كان في مجموعه كبيره قوي من الشباب عملوا حاجات حلوه جدا للناس اللي هم كانوا فقدوا شغلهم وقعدوا في البيت، وبداوا ان هم يوزعوا وجبات ويوزعوا مواد تموينيه. بس ما شاء الله الله اكبر، شباب مصر جميل، شباب مصر يعني بنحييكم. الشعب المصري هو اصلا يعني بيبان في الازمات، في الازمات بيبان طبيعه الشعب المصري. الحمد لله. طب بنرجع يا رب ان شاء الله تعدي السجوق الازمه بتاعنا دي هو على بقى خير عشان يا رب. نحوس عشان وقت البرنامج. طبعا في حاجه مهمه جدا انت عاملها دلوقتي طبعا عشان تقويه المناعه اكتر، زيت الزيتون. زيت الزيتون احنا دايما اتكلمنا عنه واتكلمنا عنه حلقات وحلقات، ان احنا زيت الزيتون ده بيقوي المناعه جدا. النهارده ابو عبد الله مش هيعمل لنا بقى، المره اللي فاتت عمل لنا السجق باسمها ايه؟ اللي بالليه. احنا مش عايزين بقى النهارده بقى هيعمله لنا بزيت الزيتون، عشان انت تعمله حاولي تدخلي في اكلك كل حاجه زيت الزيتون، كل حاجه، كل حاجات من المنتجات اللي احنا قلنا عليها دي دلوقتي كده، اللي التوابل اللي بتقوي المناعه عندك، الخضروات، الفيتامين سي، الزنك، كل ده موجود. بس طبعا التوابل اللي احنا حطيناها دي برضو هتدي طعم احلى. طعم انا خلاص انا جبت كل تستعالي كمان، تستعالي. انا جبت كل ده وحطيته في منتج هو اللحمه، انا كده كده محتاجه، بس انا عايز حاجه تقوي المناعه. ده المنتج برضو ان شاء الله يعني من يوم الثلاث موجود عندي، انا هعمله بكل التوابل دي، بالتوابل دي، بالتوابل دي كلها، يبقى ده سجق خاص كده برضه لرفع المناعه ده يعني كده. كل اللي هيروح لعند عبد الله هيلاقي السجق المختلف ده خلاص تماما، سميه بقى سجق مقوي المناعه، مقوي المناعه، نسميه سجق مقوي المناعه، يا اما سميه سجق بنات حواء، نسميه سجق بنات حواء عشان ده يبقى خاص بتاعنا دلوقتي. بس معلومه، بس انا جبت زيت الزيتون، انا مش عايز اخن زيت الزيتون دلوقتي، انا باول حاجه دلوقتي انا جبت خلاص الطاسه بتاعتي، انا بجرم السجق بتاعي كده. طبعا احنا عارفين ان زيت الزيتون ما بيتحطش على النار مباشر. بالظبط كده. بصي يا استاذه، انا كده جبت بسخن كده، برمي السجق الاول اهو، هياخد التشويحه بتاعتي دي كده. تمام. عندي بقى برضو البصل اللي احنا برضو ما اتكلمناش عليه، اللي هو ده البصل، هي يعني دي الحاجه المفيده اللي بتقوي عضلات البصل. فيه فيتامين اي ومضاد الاكسده ومفيد جدا لجهاز المناعه. بالظبط. ومش عايز انا بقى الخضروات بتاعتي، البصل ده انا مش عايز، مش يعني انا عايز الحاجات دي كل ما تكون نيه فيها القيمه الغذائيه بتبقى اعلى. فانا دلوقتي حطيت السجق، انا برمي برمي عليه البصل كده، هو هيدبل مع تمام، هيدبل مع السجق. النهارده حلقتنا يا جماعه لتقويه المناعه، اديناكي كل الفوائد، اديناكي كل التوابل اللي انت تقدري تستخدميها وتحطيها في السجق اللي كلنا بنحبه، طبعا صغيرين وكبار بيحبوا السجق. فطبعا احنا اديناكي التوابل اللي انت تقدري تحطيها في السجق لتقويه المناعه، وطبعا معاكي بقى الفلفل، ومعاكي الفلفل، الخضروات بانواعها، البصل، الفلفل بانواعه، قطع لي كده فلفل. ويا سلام بقى لو جنب السجق ده ابو عبد الله كمان طبق سلطه بقى مليان بقى كل الفيتامينات اكتر كمان. كل ده بصي، وليمون، انا كده جبت كل المواد اهي اللي موجوده، الحاجات المفيده اهي انا حطيتها في السجق اهو. وبنوصيكي ان انت كل اكله لازم طبق السلطه، ما سفرتك ما تخلاش من طبق السلطه، ويا ريت عليها شويه زيت زيتون. انا بقى زيت الزيتون بقى ليه، انا ما حطيتش زيت الزيتون الاول، انا مش عايزه يسخن من حاجه. انا خلاص البصل ده هينزل ميه دلوقتي مع مع الطماطم دي كده، مع الفلفل هيبقى هدي، بس هرش حاجه، بس حاجه بسيطه بس كده، زيت زيتون. يعني زيت الزيتون ده مفيد، عشان انا مش عايز اسخنه، انا يعني عندي معلومات كده ان زيت الزيتون ما يسخنش على النار، ما يتحطش على النار زي الزيوت الثانيه. انا بقى ممكن استفيد بيه بس كده، واحطه على السلطه، طبق السلطه اللي انا اللي هعمله طبعا الخضروات ده، هحط زيت الزيتون عليه، لكن انا بقعد بدي ماده بسيطه كده بس، خلاص كده البصل بينزل ميته، لان السجق اصلا ما بيقعدش وقت على النار. بالظبط. لما خلاص ان هي لحمه مفرومه اصلا يا مش تمام. انا كده بقى خلاص اهو، ممكن برضو ارمي حبة توم تاني بسيطة، عشان انا التوم ده مفيد جدا. التوم ده مفيد جدا 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 جدا. كده حاولي تحطي، يعني لو تطولي ان انت تحطي التوم ده على طبق السلطة، يا يبقى حاجة يعني انت عملتي صيدلية في البيت كده. وادي الفلفل بكل التوابل اللي عندك، بكل الخضروات اللي عندك، يعني عملتي صممتي صيدلية لبيتك ولاسرتك، يعني ان شاء الله يعني ربنا يزيح الغمه ويرفع عنا البلاء يا رب.
اللهم امين يا رب. طبعا احنا كده ويشفي كل مريض اهم حاجه. كده احنا ما فيش حاجه النهارده مفيده الا ما حطيناها في الـ في الـ في الـ في الاكله دي. تمام. اكله السجق اللي هي كل الناس بتحبها، كل الناس اللي ممكن بتخاف تاكلها من بره. فانا النهارده برضو جاي عشان اقول انت اعمليها في بيتك، طالما ما انتش ما عندكيش مصدر موثوق منه، انت اعمليها في بيتك. هاتي اللحمه المفرومه. تمام. لحمه حمراء خالص عشان يبقى انا عندي الزنك موجود فيها. بجيب اللحمه الحمراء، بجيب البهارات بتاعتي اللي هي المقويه للمناعه، بحطها في السجق، بجيب فيتامين سي الخضروات. عندي برضو الليمون ده، انا بعد ما اسوي السجق هعصر عليه ليمونه ليمونتين، يبقى انا برضو خدت فيتامين سي معايا. يبقى انا في الاكله دي انا خدت كل حاجه. وكمان يا جماعه الكركم مهم جدا وبيساعد على تحفيز المناعه ومضاد قوي للالتهابات ونزلات البرد. يعني انت برضو حاولي تحطي، اعملي رز بكركم، كتري منه، اكيد اكيد الاطفال هيحبوه. اعملي، حطينا اهو الكركم في الـ في الـ في السجق، حاولي تحطيه مثلا على الفراخ، حاولي تحطيه في كل حاجه، هو قوي جدا جدا. احنا يعني سمعنا ابو عبد الله ان محمد كده بيغني، وسمعني حاجه جوه كده. محمد بملحن اصلا وبيغني وبيغني وعامل حاجه كمان حلو. وعامل حاجه كمان للجيش الابيض كمان برضو، حاجه كده يعني برضو. هو يعني النهارده برضو هو هاريكو في المحل ولا ايه؟ اغاني معايا في المحل. ده معايا في المحل يعني مظبطكم اغاني في المحل. مظبطنا اغاني في المحل. طبعا، واحنا يعني طول ما احنا قاعدين اهو الراجل بي طب ما تدينا حاجه كده محمد، حاجه للجيش الابيض يا محمد اللي انت ده مؤلفها من تاليفه على فكره. حاجه للجيش الابيض، انا اللي ملحنها على فكره كمان. انت ملحنها؟ طيب ماشي، سمعنا يا محمد. يعني كلمات وتلحين، تاليف وملحن. تمام. قول لنا الجيش الابيض قلبه ابيض، واقف معانا في الازمات. الجيش الابيض قلبه ابيض، الجيش الأبيض قلبه أبيض، واقف معانا في الأزمات. الجيش الأبيض قلبه أبيض، وقت الشدة والصعب تلاقيه معاك. ياللي في الصف الأمامي مني ليك كل احترامي، وقت الشدة قوي دايما وراك. ياللي في الصف الأمامي مني ليك كل احترامي، جيشنا وحبيبنا الغالي دايما وراك. شكرا يا محمد، بجد صوته فعلا حلو. سلام يا استاذ. طبعا احنا ورا الجيش الأبيض، ونحيي كل الجيش الأبيض، ونحيي جيش مصر، ونحيي أي حد يقف معانا ويقف جنبنا. وكمان مش هننسى فريق العمل الداخلي جوه كل مستشفى، من أول حد صغير لغاية الدكتور. يعني احنا بنحييكم كلكم، وبجد بنعزي كل شهداء الجيش الابيض، ربنا يرحمكم يا رب ويغفر لكم، وكل مريض ربنا يشفيه يا رب يا رب ان شاء الله. يعني الجيش الابيض ده يعني له منا كل تقدير واحترام، وان شاء الله هنعمل لهم حاجه برضو كده، يا ريت يشرفونا عشان نقدر نقدم لهم حاجه بسيطه باللي هم يعني بيقدموه لنا كلنا. يعني قدمنا لك النهارده سجق لتقويه المناعه. استنيني بقى ان شاء الله في الحلقه اللي جايه هنقدم لك احسن واحسن، كل مره هنقدم لك كل حاجه جديده في بنات حو. اشكرك يا ابو عبد الله، اشكرك يا محمد، اقول لكم مع السلامه، اشوفكم على خير.